السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. تمام، في الفيديوهات دي لما اجي اتكلم على حاجه ليها دعوه بالكوميك بوكس او بتكلم على حاجه ليها دعوه بدي سي او عالم دي سي السينمائي، دايما انا بقول او بذكر كده اهو الافلام الانيميشن بتاعت دي سي، ودايما الناس تقعد تكتب لي في الكومنتات بقى اللي هو قول لنا ايه هي الافلام بتاعت عالم دي سي السينمائي الانيميشن. فبس حبيت اعمل الفيديو ده عشان اوضح كل الحاجات دي ونتكلم على الافلام الانيميشن، مع اني عملت حاجه قريبه من الفيديو ده من فتره، بس خلينا نرتبها نتكلم بشكل واضح جدا عن ايه افلام دي سي الانيميشن اللي جامده جدا وانتوا لازم تروحوا تتفرجوا عليها، وايه الفكره بتاعت عالم دي سي السينمائي ولكن الانيميشن. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، ويلا نبدا. لو عايزين تروح على طول للافلام اللي انا برشحها واللي انا بقول لكم ان انتوا لازم تتفرجوا عليها لو عايزين تتفرجوا عليها، ممكن تروحوا للزمن ده في الفيديو، ولكن انا بس عايز اشرح شويه حاجات قبل ما ندخل في الموضوع ده. اول حاجه، ليه انا بحب الافلام الانيميشن بتاعت دي سي، غير على انها يعني معموله بشكل اكتر من رائع والاخراج بتاعها حلو والانيميشن محترم، انا بحب الافلام دي علشان بيعاملوا الشخص اللي بيتفرج بذكاء. دي حاجه بتعجبني جدا. يعني ايه بيعاملوا الشخص اللي بيتفرج بذكاء؟ بمعنى ان يعني هم عارفين ان الشخص اللي جاي يتفرج على فيلم الباتمان هو شخص فاهم باتمان، هو شخص اتفرج على الكرتون زمان بتاع باتمان، قرا كوميك بوكس لباتمان، فمش علشان هم هيعملوا فيلم الباتمان لازم بقى ايه يورونا ابو وام بروس وين وهم بيتقتلوا لما خرجوا بره المصحف مش عارف مين. اللي هو لما تيجي تتفرج على اي فيلم الباتمان، يعني فيلم عادي زي فيلم باتمان بيجينز، فيلم باتمان في سوبرمان، لازم يعيدوا حكايه القصه دي مره اكتر من مره. بس لا، في الافلام بتاعت دي سي الانيميشن عاجبني ان هم فاهمين ان اللي جاي يتفرج على الفيلم ده هو اكيد شخص فاهم، اكيد شخص فاهم، فمش لازم نقعد نعيد حكايه القصه دي 24 ساعه. احنا عندنا قصه واحده عايزين نحكيها وعندنا وقت صغير اللي هو تقريبا ما بين ساعة وربع لساعة ونص كده معظم الافلام دي، فايه لا احنا هندخل في القصة على طول. هنتكلم على فيلم باتمان هاش، هنتكلم لك، هنحكي لك قصة باتمان هاش، مش لازم نقول لك ان بروس وين يا عيني وهو صغير ابوه وامه ماتوا مش عارف مين، وبروس وين بقى اتعلم ان الباتس اللي كان بيخاف منهم هم بقوا الحاجة اللي هتخليه مش خلاص احنا اوريدي عارفين الكلام ده، احكي لي في القصة على طول. مثلا فيلم ذا كيلينج جوك، هنقعد بقى نشرح لك الليلة كلها من البداية؟ لا يا معلم، انت اوريدي عارف مين هو باتمان وانت عارف ان باتمان ليه مساعدين، فاوريدي خلاص احنا جايين من نص القصه كده اهو وبنحكي القصه الجديده. فدي حاجه بتعجبني جدا في الافلام، ما عدا وايه الحاجه الطفره هنا اهو، ان لو كان الفيلم ذات نفسه فيلم بيكلم لك على الاصل بتاع الشخصيه دي، زي مثلا فيلم باتمان يير 1، تمام، ده لقيت فيه الحاجات دي. مثلا فيلم ذا دارك نايت ريتيرنز كان فيه الحاجات اللي ايوه ممكن المشاهد اللي فاهم شويه بتتعرض فيه حاجات اتعرضت 500 مره بس ليها سبب معين ومهم جدا في القصه فلازم يحكوها لنا. والافلام بتاعه سوبرمان بيدي لك خلفيه بتاعته وكريبتون وبتاعه ونزل على سمول فيل كانسس وبتاع والليله دي كلها ماشي، بس في معظم الافلام التانيه مفيش الكلام ده، انت اوريدي داخل بيعاملوك كانك واحد فاهم، وفي الاخر دي شخصيات كوميك بوك، انت داخل عشان تشوف اكشن وتشوف قصه حلوه جديده فتمام، مش لازم بقى نقعد نعيد ونزيد في قصه كل الناس عارفاها. بالنسبه لافلام الانيميشن بتاعت دي سي، فاللي موجود قدامكم على الشاشه دي تقريبا كل الافلام اللي دي سي انيميشن عملتها، ولكن في افلام بالنسبه لي شايفهم احسن افلام، وفي برضو فرع من الافلام دي بيسمى ان هو العالم بتاع دي سي السينمائي، ولكن هو مش حاجه اوفيشال ولا حاجه صحيحه 100%، بس نوعا ما تقدر توصلهم ببعض. ليه انا بقولش ان هم كلهم مربوطين من بعض 100%؟ عشان ما بين الافلام دي بيكون في افلام سبين اوفز طالعه في النص كده وملهاش اي دعوه بالقصه، فعشان كده الموضوع ممكن يكون ايه مشتت شويه، بس انت لو عايز تتفرج عليهم على انهم قصه واحده في عالم واحد كده اهو مفيش اي مشكله، هتستمتع بالموضوع ده. لو عايز تتفرج عليهم كل فيلم لوحده كده اهو تمام هتقدر تعمل الموضوع ده، لان هم مش معتمدين على بعضهم، كل فيلم مقفول على بعضه بيعامل المشاهد اللي بيتفرج ان هو عنده خلفيه ولو بسيطه عن الشخصيات دي، ومن الاخر بيركزوا في الفيلم ذات نفسه. لو انت عاوز تتفرج على الافلام الانيميشن دي بالكونتكست بتاع العالم السينمائي ان هم كلهم في نفس العالم، هتبدا بفيلم فلاش بوينت تمام ولحد دلوقتي، وزي ما قلت لك في النص كده هتلاقي فيه افلام غريبه شويه كده هو مش ماشيه مع القصه، زي ما قلت لك دول السبين اوف.
ولكن لو انت هتتجاهل الموضوع ده علشان ايوه هم فعلا مش مربوطين من بعض، فيش تصريح حقيقي كده هو، بس نفس الاستوديو عاملهم، نفس الناس اللي عاملين الانيميشن، نفس المخرج لمعظم الافلام دي، بس مش 100% مربوطين. فما تحطش في دماغك الموضوع ده. خلينا نقول لكم بالنسبه لي اللي انا شايفهم افضل الافلام الانيميشن لدي سي. رقم واحد فيلمين ذا دارك نايت ريتيرنز، هو جزء اول وجزء تاني كده هو، الفيلمين دول اكتر 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 من رائعين، مبنيين على الجرافيك نوفل بتاعت The Dark Knight Returns، وفيها بقى بتشوف الدارك نايت ريتيرنز الحقيقي، فاهميني ازاي؟ بتشوف باتمان في سوبرمان بشكل حقيقي، وبتشوف بقى الفكره بتاعت السانز اوف باتمان وبتاع والكلام ده، وبتشوف مظهر تاني لبروس وين، مش بروس وين بقى اللي بينزل يتخانق مع كل الناس والجوكر مطلع عينه وانا اجي لك يا جوكر، لا 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 لا، ده باتمان في الخمسينات ولا الستينات من عمره وقرفان حياته، ويعني ما بيهزرش الباتمان ده. مش عايز احرق حاجات كتيره، ولكن انا بعشق الفيلم ده. رقم 2 جاستس ليج دارك ابوكاليبس، ده اجدد فيلم من افلام عالم دي سي السينمائي، والفيلم ده رائع، الفيلم ده خطير، الفيلم ده خرافي خرافي خرافي، والنهايه بتاعته بجد تخليك تقف كده هو وتسقف للناس دول، لان الناس دول مفيش يعني ما لهمش الاهتمام الكتير يعني من الناس اللي بيتفرجوا على الافلام الكوميك بوك في السينما، لان هم بس مقدرين ان ايوه الناس المهتمه بالكوميكس بتتفرج على الحاجات دي، وانتوا فعلا عملتوا حاجه نظيفه جدا. فلو انت مهتم بالكوميكس باي شكل من الاشكال، فيلم جاستس ليج ابوكاليبس لازم لازم تتفرج عليه، لانه فيلم خرافي. رقم 3 اكيد فيلم فلاش بوينت اللي انا قلت لكم ان انتوا تبداوا بيه بالعالم ده. الفيلم ده معمول بشكل حلو جدا، حاجه انت ما كنتش متوقعها، حاجه منظر مختلف على الفكره بتاعت العالم بتاع دي سي والشخصيات الهيروز اللي انت متعود عليهم، ليهم سبين اكتر من رائع. ولو انت عارف القصه بتاعت فلاش بوينت، حتى لو انت اتفرجت على مسلسل فلاش ممكن يكون عندك شويه خلفيه، بس الانيميشن ده انا شايفه احسن عمل الفكره بتاعت فلاش بوينت باحسن شكل من الاشكال. رقم 4 فيلم جاستس ليج وور، واللي انا بالنسبه لي شايفه الفيلم المثالي حتى الان لجاستس ليج. قاعدين يعني قاعدين مستنيين كده هو زاك سنايدر كات ان شاء الله لما تنزل، بس حتى الان لما حد يكلمني ويسالني كده هو مين هي الجاستس ليج، اقول له فيلم جاستس ليج وور بكل بساطه ده هو الجاستس ليج. المشهد بتاع سوبرمان لما يقابل باتمان وجرين لانتر لاول مره، بجد ده بيلخص الفكره بتاعت الهيروز دول لما يقعدوا مع بعض كده هو ويشتغلوا، حاجه اكتر من رائعه. Lantern, focus. You stop concentrating and that shield breaks apart. Shut up. You bruise, but you don't kill, do you? Clark. You've made your point. رقم 5 فيلم Justice League Doom. للناس بقى اللي يا عيني كل الفكره اللي موجوده في دماغهم عن باتمان اللي هو الافلام بتاعه ذا دارك نايت، ده بيقلمني شويتين، لان افلام ذا دارك نايت انت ما شفتوش يا جماعه، باتمان ما شفتوش في الثلاث افلام بتوع كريستوفر نولان ده، باتمان المحقق الحقيقي، باتمان اللي يقدر يقلب على العالم كله ومحدش يقدر يجيله. تروح بقى على فيلم جاست ليك دوم وتشوف باتمان وهو مدوخ حوالين نفسه كده هو الجاست ليك كلهم، بس يعني مش اللي هو ضد الجاست ليك، بس لو اتفرج على الفيلم هتفهم. والفيلم ده انا شايفه بيدي لك الفكره الحقيقيه ان علشان كده باتمان هو مع الناس الخرافيين دول، عشان كده باتمان لما تيجي تقارنه بسوبرمان، ايوه تقارنه بوندر وومن، هو لازم يكون معاهم عشان باتمان هو باتمان. واخر فيلم من الافلام اللي انا اقدر اقول ان انا مرشح ليها هي قصه لباتمان برضو، قصه اكتر من رائعه، وهو فيلم باتمان اندر ذا ريد هود. فيلم رائع، فيلم خرافي، كان تقريبا من اول الافلام اللي انا اتفرجت عليها الانيميشن بتاعت دي سي، كان فاكر اول لما نزل وانا كنتش عارف حاجه عن العالم ده لما اتفرجت عليه، وهو اللي دخلني في العالم ده، والفيلم معمول بشكل اكتر من رائع برضو. بتعرف اكتر عن اللور بتاع باتمان، الحاجات اللي انت ما تشوفهاش في الحاجات المينستريم اللي الناس تشوفها، وبيفتح لك باب بقى من الكوميكس اللي انت ممكن تروح تقراها او حتى تقراها على النت، تشوف فيديوهات معمولة عن الكوميك بوكس او الجرافيك نوفلز اللي هي دعوة باتمان، حاجة اكتر من رائعة. وبس اعزائي المشاهدين، ممكن الفيديو ده يعني انا كنت عمال متحمس فيه وبتكلم بطريقه كده علشان انا شايف زي ما تقولوا ايه منجم من الذهب كده هو موجود، وموجود عند كل الناس، بس الناس مش مقدراه، والناس يعني ممكن لما تتفرج على الافلام دي تفهم ان ليه انا عندي حب زياده لعالم دي سي السينمائي، لان
القصص بتاعت دي سي ذات نفسها انا بحبها اكتر من القصص بتاعت مارفل. ما بتكلمش دلوقتي من ناحيه الافلام اللايف اكشن وكده هو، بس عامه كفكره دي سي هي بنت لذينه. لما تيجي تلخص الفرق ما بين دي سي ومارفل، الموضوع ده بيتكرر اكتر من مره وانا شايفه بيلخصه جدا. الفكره في السوبر هيروز بتاعت مارفل، تمام، هم ناس عاديين عندهم قوه خارقة جدا. العالم بتاع دي سي هم ناس خارقة جدا بس عاوزين يكونوا ناس عاديين. علشان كده مارفل ودي سي مش نفس الشيء، مختلفين جدا. فانت لما تفهم المنظر العام ده لعالم دي سي وتتفرج على الافلام دي وتشوف القصص دي وهي بتتحكي من المنظور ده بتقدرها اكتر. ونفس الموضوع مع مارفل، بس مارفل من ناحيه الافلام الانيميشن حالتها صعبه جدا. فايوه العالم الانيميشن كده هو دي سي فايزه فيه بشكل مش طبيعي على الاقل دلوقتي. بس ايوه يعني امانه يعني دي الحاجه اللي لسه موجوده عندنا يعني كمان، يعني كنا متقدمين في المسلسلات كده هو، بس بعدين جت مارفل وحطت في المسلسلات خلوا لنا الانيميشن. ودي سي لو سمحتوا ما تكروتوش في افلام الانيميشن، خلوا افلام الانيميشن في نفس الجوده اللي موجوده فيها كده هو. يعني انا مبسوط جدا ان اخر فيلم انيميشن نزل جاستس ليج دارك ابوكاليبس كان اكتر من رائع. ف keep it up، استمروا على نفس المستوى ده. وبس اعزائي المشاهدين دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. عندنا الميم اوف ذا داي، شكرا. ولو عندكم اقتراحات تانية للفيديوهات تتعمل انواع القناه من غير مونتاج عرفوني في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.